لان مشاهدي قناه شوف تيفي فدائما كيف كنقول بان للفرق جماهير وللرجاء شعب، فهذا هو شعب الرجاء اللي كيقاوم جميع المشاكل وجميع العراقيل، فولو بغلاء التذكره اللي كتقدر ب 100 و200 درهم، فجاو اليوم باش يشجعوا الفريق ديالهم. ففي الضفه الاخرى فهناك غياب شبه تام للجماهير الوداديه، فقلت بان للرجاء شاب ولو ان التذكره وصلت ل 100 وكذلك 200 درهم، ولكن الرجاء والجماهير ديالها فقرروا انهم يكونوا حاضرين ولو بان العدد، لان كان اعطاء واحد النسبه ديال 16000 تذكره للجماهير فريق الوداد البيضاوي، رفضوا انهم يكونوا طرف في الديربي، رفضوا انهم يحضروا كجماهير لان التذكره غالية، فالعدد اللي تم البيع ديالو من طرف الإدارة ديال فريق الرجاء أو الناس اللي اقتنوا التذاكر فهو 16000 تذكرة، زيد على ذلك 16000 شخص غادي يكون من الناس اللي اقتنوا أو اللي شراو أو اللي ولاو أبوني مع الفريق ديالو. الانخراط الناس خداو التذاكر ديالهم قبل بداية الدوري الوطني، أكبر عدد تباع ديال البطاقات الانخراط ف مسجلة في اسم فريق الرجاء البيضاوي، عدد كبير، زيد على ذلك 16000 أخرين، إذا 32000 مشجع هما اللي غيكون اليوم في الملعب. تمنينا ان يكونوا طرفين بجوج وتكون فرجه، لان الديربي هو الصوره والمراه ديال الدوري الوطني عالميا، العديد من القنوات العالميه كيتكلموا على الديربي المغربي، كيتكلموا على الرجاء والوداد. اليوم كاين فقط جهه واحده اللي هي فريق الجهه ديال فريق الرجاء البيضاوي، هذوما الجماهير اللي حاضرين، ولو ان العدد فيقدر ان العدد ديال فريق الرجاء البيضاوي او الجماهير ديالو انهم يفوتوا هذا الملعب، يعمروا هذا الملعب ويفوتوا، يعني التذاكر اللي تباعوا فلكين هو 16000 تذكره اللي تباعت اليوم. فكونوا اكيدين بان لو تم اعطاء التذاكر باكملها للجماهير الرجاويه فكانوا يعمروا هذا الملعب، ولكن ماشي بهذا الثمن دير 100 درهم او 200 درهم، لان الضعفاء ميمكنش لهم انهم يقتنيو هاد التذاكر بهذا الشكل. وكرة القدم ميمكنش انك تكون رئيس فاشل، شنو الدور ديالك؟ انك لك تجي وتقوم بالتسيير وتعرف حاجه واحده هو تزيد الثمن ديال التذاكر على المشجعين، هذا راه اي واحد يعرف يدير هاد القضيه هادي. كيف كدير الحكومه؟ كدوخ كترفع الضرائب على المواطنين، ولا كترفع في الاثمنه ديال بعض المواد. الرجاء شنو دار؟ ما لقى ما يدير، زاد التذاكر على المشجعين 100 200 درهم، اذا هذا هو الجهد ديالو في التسيير. اذا غادي نوصلوا لنهايه المباشر، تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك.